جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من أحد الإخوة، لم يذكر الاسم في رسالته، ولكنه يقول يا فضيلة الشيخ كيف يمكن الجمع بين حديثين اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا وحديث صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، صلاة الليل مثنى مثنى ويكون ختامها الوتر، ولا اختلاف بين الحديثين أن صلاة التهجد تكون مثنى مثنى، وأما صلاة الوتر فإنها تكون ركعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء الله ويختم صلاته الوتر أي بركعة واحدة، وكان إذا خشي طلوع الفجر أوتر بركعة واحدة، وقال اجعلوا صلاة آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم.